إذن رجعنا من جديد ومستمرين معاكم لارا. يعني اليوم نحكي عن الأم والدور الكبير طبعاً. للأمهات. كل عام وانتي بألف خير. وشعور الأمومة مهم جدا، ولكن اليوم عندنا أسئلة. يعني نتحدث عن الأم، هل هي التي تلد أم الأم التي تربي؟ يعني هناك يعني دائما شوف، أنا برأيي هي ليس يعني عن جد مش التي تلد. أنا بشوف أن الأم هي الأم اللي بتربي، وللأسف في كتير شواهد وأمثلة على كلامي. ولكن اليوم احنا بنتحدث عن قرى الاس او اس، واسمح لي ابراهيم انت والمشاهدين الكرام بدايه بس هيك لمحه سريعه عن قرى الاس او اس، قرى الاطفال العالمي ونشاتها. تم تاسيس اول قريه اطفال اس او اس في العالم من قبل هيرمان جماينر في النمسا عام 49. راى كاحد العاملين في رعايه الاطفال كيف عانى الاطفال الايتام نتيجه الحرب العالميه الثانيه. معاناه الاطفال تستمر دائما يعني، وحتى يومنا فقط في الحروب. نعم، وحتى يومنا هذا من الحروب والثورات، وحتى شفنا الزلزالات الأخيرة اللي حصلت. فتعهد بمساعدة هؤلاء الأطفال من خلال تكوين أسر مليئة بالمحبة وبوجود مجتمعات داعمة، وهكذا بدأت فكرة الـ SOS. اليوم أنا سعيدة جدا أن تكون معنا رنا الزعبي المديرة الوطنية في قرى الأطفال SOS. أهلا وسهلا فيك. شكرا لاستضافتنا. وماما غدير، أهلا وسهلا فيك. أنت أم في قرى الأطفال SOS. هذه القرى قرية الأطفال اللي تأسست في الأردن بمبادرة ملكية عام 1983. سعداء جدا تكونوا معنا بهذا اليوم الطيب وهي الذكرى الجميلة. أهلا وسهلا، نورتونا اليوم. يعني العديد من الإجابات اللي بننتظرها، وكونه سؤالنا سؤال في بداية الحلقة، الأم التي تلد أم التي تربي، الجواب رح يكون عندك. ولكن اسمحي لي أبدأ من عندك ستي. أهلا وسهلا. قرى الأطفال SOS دائما بنسمع عن جهود، نسمع عن تواجدها في مختلف المحافظات. اليوم حابين نعرف بالبداية قرى الأطفال SOS أين هي اليوم على خارطة العناية الاجتماعية بالأطفال؟ يعني احنا كثير مبسوطين اول شيء لاستضافتنا، وخصوصا بهذا اليوم، لانه هو يوم مهم جدا بالنسبه لنا، عشان من تسلط الضوء على دور الأمهات اللي عندنا. فشكرا لكم مرة تانية. احنا لساتنا موجودين بثلاث محافظات، احنا بعمان وأربد والعقبة. واحنا من أكبر جمعية بترعى أو تقدم الرعاية البديلة للأيتام فاقدي سند الأسري في الأردن. شو بتحب بدي أعرف عن دائما مسؤوليتكم الاجتماعية والأسرية. هناك العديد من الأمهات الموجودين، أيضا أعداد الأطفال الموجودين في قرى الأطفال SOS سواء كان في عمان أو المحافظات بشكل عام. يعني احنا هلا طبعا احنا بلشنا من نموذج الرعايه اللي تفضلتوا فيه، اللي هو اسره بديله، ام بديله مع مجموعه من الاطفال. وطبعا لاحتياجات الموجوده حاليا عم نتوسع بهاي الخدمات. فاحنا هلا صار عندنا بيوت مجتمعيه، فبصير عندنا البيت اللي كان داخل اسوار القريه، طلعنا البيت مع الام البديله وصرنا ساكنين بالمجتمع. في عندنا ثلاث بيوت بالعقبه، في عندنا بيت بعمان، وان شاء الله راح يصير بيتين بعمان عفوا، وان شاء الله بأربد كمان. يعني هذه كانت مبادره كثير مهمه، لانه بلشوا الاطفال عندنا يصير عندهم دمج وتقبل المجتمع لهم، وهم معرفه اكثر بالتعامل طبعاً في المجتمع طبعاً من طبعاً عمر صغير. طبعا انت بتحطيهم قدام صوره حقيقيه يعني. نعم. مش بشكل معزول. يعني انا بدي اعتبر حالي كنت من المحظوظين، لاني انا زرت قرى الاس او اس اكثر من مره، وصورنا في قرى الاس او اس، وكانت يعني البرامج دائما تبث على شاشه التلفزيون الاردني. صدقا انا بدي احكي معك ماما غدير، يعني انا اول مره دخلت قرى الاس او اس، وصورنا يومها في منزل من المنازل الخاص بالاطفال، ويعني الله يذكرها بالخير، يمكن ما بتذكر كثير اسم الام اللي كانت متواجده، لكن بحيه وان شاء الله تكون متذكرتني وعم تسمعنا هلا. بدأنا دخلنا المنزل، بدأنا التصوير، صارت الساعة يمكن 1:30 بلشوا الأطفال يجوا من مدارسهم، صح؟ بلشوا يجوا من مدارسهم واحد ورا الثاني، كانت موجودة في البيت واستقبلتهم. أنا كان بالنسبة لي المشهد مهيب ورائع. وروحت من هناك وأنا أتساءل، يعني كيف لهذه المرأة إنها تعطي جزء كبير من وقتها وجهدها وحياتها لأطفال يمكن هم بالولادة مش أطفالها،
لكن هم بالتربية وبالروح وبالقلب هم أولادها. طبعا كيف هذا الإنسان ممكن يخلق على هاي الأرض ويعطي هذا الجزء الكبير من قلبه ومن حياته لأطفال مثل هيك؟ يعني شو إحساسكم؟ كيف هاي التضحيات بتتم؟ أول شيء يسعد صباحكم جميعا وصباح المشاهدين، وكل عام والأمهات كلهم بألف خير، وبخص طبعا ست رنا وشكر إلها، وكل عام وهي بخير، وكمان أمي كل عام وهي بخير وحماتي الغالية أكيد. فهذا الإحساس اللي أنت بتحكي عنه بنخلق مع الإنسان، يعني هاي قدرات من رب العالمين إنه أنت كيف تقدر تأدي هذا الواجب مع الأطفال. يعني صح. شغلة مش إنها يعني مش سهلة لا ومش صعبة، لا لا لا، لأنها هاي شغلة بدها رحمة من عند رب العالمين. صح. إنك أنت تقدر تعطي وصبر، مش صبر كمان. فالحمد لله رب العالمين، يعني أنا كمان متزوجة وعندي ولد ما شاء الله. كم طفل يعني عندك في القرية؟ عندي بالقرية 6 أطفال ما شاء الله. طب كيف بتقدري، يعني انت هلا ذكرتي انك انت متزوجه وعندك طفل، كيف تقدري توازني؟ انت عندك بيتين، هون اطفال وهون طفل وزوج، احكي لي. انا طبعا زوجي دعم لي، يعني زوجي دعمني بهذا الموضوع، لانه هذا الموضوع انساني. يعني كمان قبل ما يكون باجره، اجر باجره. فالحمد لله يعني دعمني بهذا الموضوع، وكمان الدوام دعموني بهذا الشيء. نعم، يعني مهم دائما التوازن. احنا خلينا نكون شوي واقعيين اكثر، دائما بنشوف الامهات يعني بيكون عندها ابن واحد او ولدين وبكون مسؤوليات ومش ملحقه وضغط ومن هذا الحكي. احنا ناخذ هيك لمحه واقعيه عن ما يحصل داخل المنزل لما يكون في 6 أطفال متواجدين، مسؤوليات في مدرسه، في اكل، في وجبات، طبعاً. في غيرها من المواضيع. وتحديدا اليوم لما نتحدث عن عيد الام، انا حاب اعرف عن مشاعرهم تجاهك. يعني هم بيعتبروك انت امهم البيولوجيه وامهم اللي ربتهم. امهم البيولوجيه بالضبط. نعم. مشاعرهم كيف بتصرفوا؟ مشاعرهم كثير كانت حلوه، جهزوا لي هدايا. فعندي بحكي لها، في عندي بنت بتحكي لي ماما انا بجوز هذا اول عيد ما ببكي فيه. لأني فعلا حسيت بالمشاعر، مشاعر الأمومة، يمكن صار في إشباع عندهم. شو أعمارها؟ حتى أنا في أكبر عند ولد عندي صف 7 12 سنة، وأصغر شيء 4 سنين، يعني عندي 4 بنات وولاد 2. طيب كيف عم تحتفلوا هلأ بعيد الأم؟ يعني أنا حاب أعرف، سواء كان مع أولادك أو حتى بشكل عام، في مشاعر بتكون عندهم صعبة بهذا اليوم أم لا؟ هلأ أكيد 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 طبعا فئة عندهم، حتى بنزعجوا انه مرات بنعمل حمله بعيد الام، انه انا ما عندي ام وانتوا عاملين حمله. بس في جزء اكبر احنا من بكون سعيد بهذا اليوم. والاهم شيء انه دور امهاتنا، دور الامهات الموجودين عندنا، تاثيرهم. طب انا خليني اسالك، انت من دورك كمديره وطنيه في قرى الاس او اس، شو الخدمات والتسهيلات اللي أنتوا بتقدموها من مساعدة لي، يعني هالأمهات اللي مهمتهم مش سهلة؟ طبعاً هلأ زي ما تفضلت، هو صعب 6 أولاد، يعني الواحد ولد ولدين وأنا عندي ولدين. صح. تحكي من ناحية واقعية، بحكي التجربة يعني. ودائما الواحد فكر فيهم بقلق عليهم. بس احنا عندنا فريق متكامل بالقرية، يعني احنا فريق داعم للأم. عندنا منسق تعليم، منسق، عندنا ممرضة، وعندنا دكتور. في عندنا طبعا مسؤولة الحماية اللي هي بتتابع على، لازم يعني اهم الخدمات او اللي بنقدمها اللي هي الحمايه للاطفال. لازم يكون الطفل عايش بمكان حاسس انه هو بامان. فهذا الفريق بتابع مع الام. طبعا احنا عندنا كل طفل نعمل له خطه كامله، يعني اداره حاله كامله، خطه كامله، شو احتياجاته، بنقيم، نعملهم فحوصات بكل سنه، فحوصات طبعا جسديه ونفسيه. طبعاً ناحية نفسية، يعني أنا أحب أصلة الموضوع هذا النقطة. ناحية نفسية كتير مهمة، لأنه عم تعامل مع أشخاص يعني تم التخلي عنهم، فاقدي سند، يعني في جزئية كبيرة بدك تشتغل عليهم حتى يتقبلوا الواقع اللي هم فيه، حتى يتقبلوا يعني مرات
نظرة المجتمع لهم، لأنه هم لازم يتعاملوا مع هذا المجتمع، فهم لازم يكونوا أقوياء كيف أنه يفهموا المجتمع مين هم وأنه وحقوقهم وحتى يقدروا يعيشوا فيها بسعادة لما يكبروا. صح، وما في ذنب لهم، يعني احنا بنأكد دائما انه ما لهم ذنب، هم يعني لهم كل الأحقية. طيب ماما غدير، انا بدي اعرف يوم طبيعي عندكم بالبيت كيف بيكون يعني مع الأطفال الستة؟ طبعا احنا بيت، يعني بيت أسري مليء بالدفء طبعا، الحنان العطاء كأي بيت مجتمعي خارجي ما بتميزوا عنه. بصحوا الصبح طبعا بمشيهم على المدارس، بفطر بمشيهم على المدارس، بنقوم احنا بدورنا كأم بتنظف البيت، بجهز لهم الغداء، بنستقبلهم لما يروحوا من المدارس، بيرتاحوا شوي، بيتغدوا، بنشوف اذا عليهم دروس، بنتابع دراستهم، كمان عندهم أنشطة خارج القرية، كل واحد ميوله ومهاراته، في عندك كرة قدم، كرة سلة، تكواندو، جمباز، اي موسيقى، كل واحد وميوله، بيطلعوا على أنشطتهم وبيرجعوا من الأنشطة. طبعا احنا ننساش الجلسة اليومية، هاي الجلسة العائلية، بنجلس مع بعض، شو في عندهم صار بيومهم كامل، خلينا نحكي الإيجابيات أكثر من السلبيات، شو في عندهم، شو صار عندهم، منعززهم بهاي الأمور. طبعا إذا كان في إشي سلبي نتشارك فيه، بيحكوا كل واحد نقطة من عنده ومنحلها، والأمور يعني ما بتميز البيت عن أي بيت خارجي مجتمع. حلو. أنا رح أرجع لك بسؤال، بس بدي أتوجه لست رنا. بس بصير أقطعك شوي. طبعا تفضلي. أنا بس بدي يعني تشوفوا مستوى وثقافة وحنان الأمهات اللي عندنا، يعني أنا كتير فخورة. أنا شفت والله شفت عم قربت كتير فخورة فيها، ولسه يعني صلك بس سنة عندنا، ولكن يعني فعلا إنها من الأمهات المميزات. واضح يعني، والله واضح من ابتسامتك ومن الشغف اللي بتحكيه بعيونها عن الموضوع. يعني وكانت عم بتقول لي قبل ما ندخل إنه زوجها هذه الوظيفة الوحيدة اللي هو سمح لها تشتغل فيها، لأنها رسالة نبيلة وإنسانية. هاي تجارة بالخير بنحكي. تجارة بالخير. جميل. مشاريع كثيرة عملتوا دمج للأطفال، وكثير حلو أنه أنتوا يعني أخرجتوا الأطفال من دائرة ومن سور مغلق حتى يختلطوا مع المجتمع ويعيشوا الحياة واقعية، لأنه هم بعمر معين أصلا يتم فصل البنات عن الشباب، وبعديها كلهم راح يتوجهوا للمجتمع، بدهم يشتغلوا، بدهم يعيشوا حياة يومية وعراك واحتكاك يومي بالحياة. في مشاريع بيئية، وهذا إشي حلو، يعني توعية، لأنه هلأ العالم كله أنظاره على مستوى قادة الدول بتتجه لموضوع البيئة والمناخ، وعم نشوف يمكن في الفترة الأخيرة كيف حتى الطقس عندنا على مستوى يعني الأردن محليا، كيف هاي الخربطات اللي بتصير في الطقس. شو المشاريع اللي احنا في قرية اللي شغالين عليها؟ نعم، شكرا لك. في قرية عمان عملنا خزان لتجميع مياه الأمطار، وهاي بنستخدمها بالزراعة. عندنا بيت بلاستيكي اللي هو زارعين فيه زراعة ذكية، يعني بتسقي كل ثلاث ساعات ثلاث دقائق، ولازم تشوفوا، لازم عزمكم تشوفوا الخضار اللي عم تطلع، يعني كله هذا بأهلهم لمهن في المستقبل، يعني هذا بأهلهم لمهن، بيعزز عندهم دورهم وأهمية الأرض وأهمية الشغل بالأرض وانتمائهم للأرض اللي هم فيها. في عندنا كمان طاقة شمسية بالثلاث قرى، احنا بنركز على يعني ال بقولوا شو sustainable energies اللي هي الطاقة المستدامة. نعم، فحتى كمان هاي غير عن انه هي بتخفض من تكاليف المصاريف بالضبط المصاريف، بس كمان احنا من عندنا دور كبير، يعني اذا بدك تطلع بشكل يعني عالميا على نسبة انبعاث CO2 وتخفيضها، يعني فاحنا بنركز يعني على هاي المفاهيم لانه هي اساسية بتربية اولادنا كمان، بالإضافة لتوجهنا إحنا كقرى. حلو. رائع، حلو كثير فعلياً. أنا كنت بدي أسألك عفوا إبراهيم. أكيد طبعاً تفضلي. بس كنت بدي أسأل إنه شو بيسألوك الأطفال؟ يعني شو في هيك بعض الأمور اللي بيثيروها معك في نقاشاتهم؟ يعني الأسئلة اللي بيسألوها عن طبيعة الحياة. يعني بيسألوني، بتسألوا عن أوضاعهم هم، بتسألوا عن أوضاعهم، بس إحنا من بأسلوبنا وبطريقتنا وبدعمنا بنقدر إنه نوصل لهم المعلومة بشكل سلس وحلو، وما نبعدهم
يعني بنحاول نبعدهم عن الإشي اللي كانوا عايشينه بنشاطات حلوة بنعملها بالبيت بمداخلات برضو إذا استصعب علينا إشي يعني في اللي أعلى من نستشيره شو نعمل يعني في جزء أسئلة فعلا ما نقدر نجاوب عليها مختصين في مختصين بيقدروا يجاوبون عليها يعني تقدر تقيمي الوضع الطفل إذا هو بحاجة لمساعدة فعليا طبية أو حتى نفسية أو إنه هي مجرد أسئلة طبيعية. أنا حاب كمان أعرف عن مشاعر الأخوة بينهم يعني إحنا بنحكيها برضو بطريقة واقعية لأن أنا بدي أشبه أنا مثلا يعني دائما بصير مشاكل جوا البيت أنا بيني وبين أخوي بيني وبين أختي عادي هي طبيعي مشاكل طبيعية أنا بدي أعرف من مشاعر الأخوة بينهم هل هم عادي بتخانقوا وبرجعوا بتصالحوا امورهم بالضبط بتخانقوا وبرجعوا بتصالحوا ما في يعني تقبل يعني عددهم لانه يعني لا في تقبل في تقبل لا ما في يعني مشاكل زي اي اخوه اثنين بالبيت بتهاوشوا بترجعوا نفس اللحظه يعني بتلاقيهم ملتمين بالصاله تفرج على التلفزيون يضحكوا ولا كانه في شيء ولا كانه في شيء بالضبط حلو كثير. طيب خلينا ناخذ فكره عن عدد الاطفال عن عدد الامهات البيوت. نعم. احنا عندنا هلا 268 طفل حاليا موجودين طفل وشاب. احنا بنرعى الاطفال لعمر 18 عندنا بالقريه وبعدين فوق 18 مع شركائنا بنتابع معهم لسن ال 24 بنركز فوق ال 18 على انه يصير عندهم مهارات تاهلهم للتوظيف تاهلهم للاندماج بالمجتمع والمعيشه ويكون قادر كمواطن يعني يخدم بلده بطريقه صحيحه ويقدر يعيش. بالنسبه احنا عندنا 10 بيوت بكل قريه. قريه العقبه حاليا معظم البيوت موجوده برا هم 4 ولكن ان شاء الله في خطط لقريه العقبه عشان نكمل احنا مسيرتنا في مجال التنميه الاجتماعيه. سالتينا على احد المشاريع بس حابه اسلط الضوء عليه اللي هو في عندنا بيوت عم نفتح مجال للامهات اللي عندهم اطفال وهم مش قادرين يرعوا اطفالهم حتى ما يصير في الفصل. فهاي عندنا بيت واحد بعمان دعينا الام تسكن على بالقريه وتربي اطفالها واحنا بنساعدها وعم نساعدها على برضه تتمكن حتى تقدر تشتغل يصير عندها ثقة كاملة بنفسها حتى تقدر حلو. تعيش وبكرة إن شاء الله مساعدة. لما بيطلعوا من القرية برضو رح ندعمهم بمشروع تمكين الأسر لفترة معينة حتى نضمن إنه ما يصير في الفصل من الأم إذا في أحد من الأب الوالدين موجود للرعاية. رائع يعني إحنا فخورين بهاي الإنجازات وقد في له أثر مهم وعظيم على المجتمع. وجودك ووجود كل الأمهات في قرى الأطفال SOS هو دور أساسي. نحترم قراركم نحترم هذا هاي التجارة اللي حكيتي إنه هي تجارة بالخير بالزبط. وهي أعظم تجارة موجودة في العالم. بتحبي تضيفي آخر يعني كلمة؟ هيك بدي أضيف لشغلة صارت معي قبل فترة. يعني قبل أسبوع إني رحت رحلة عمرة فكنت أتواصل مع أولادي يعني أشوف كيف أخبارهم وكذا فكمية الشوق اللي بعيونهم كانت يعني عن جد حسيت بثمرة تعبي. فلما رجعت مش بس أولادي يعني كل أولاد القرية تلاقيهم يعني يجوا علي على البيت سلموا خالتي وين انت اشتقنا لك. ففي ولد منهم حلو. يعني المسافه اللي ركضها علي وماما غدير وهيك ضربني يعني عن جد لهم يا رب واحد الثمره اللي ثمر تعبه حس فيها لما كل عام وانتم بالف خير الله يعطيكم العافيه وجهودكم مقدره ومهمتكم نبيله وانسانيه. شكرا شكرا نورتونا شكرا جزيلا. الى فاصل وراجعين ومستمرين معكم بمشوارنا الصباحي. Show.